أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم ضيفنا أيمن عيتاني خبير تقنية المعلومات. منورنا اليوم أيمن بعد زمان. كيفك اليوم؟ تمام. اليوم حابين نحكي عن صفقة تيك توك وشو بيعني لنا تيك توك تحديدا، انه بعد ما صارت الصفقة مع أوراكل وول مارت كتير في ناس كان عندها تساؤل انه ماذا يعني هذا الموضوع اصلا للشرق الأوسط او تيك توك أريبيا. خلينا نقول فحابين نعرف منك كل التفاصيل. هلا تيك توك هلا بذكرني بايام فيسبوك، اول فيسبوك بال 2008 9 يعني اول ايام فيسبوك، وكمان شوي اول ايام انستغرام لما كان فيسبوك يعتبر للصغار. نحن كنا صغار فنحن كنا الصغار اللي فيه فما كانوا يعني الخالات والعمات واصحابنا بيشتغلوا هيك، ما كانوا بالفيسبوك. وانستغرام بالاول كان للناس اللي بتحب التصوير او الاساس الفني شوي اكثر، وهيك ما كان نحن لا ما كان يعني اذا واحد ما كان بهالجو بهال هالنوع المضمون ما كان يفوت عليه. فنفس الحكي بسمعه انا هلا عن تيك توك. بس انا بقول لك هلا نحن كلنا يعني نحن انا وياك عم نحكي وغيرنا حنفوت على تيك توك، لانه مثلنا بالاول ناس يعني هو دائما ببلش بفئه عمريه صغيره وبيرجع بيكبر، يعني بيكبر بيرجع مع الوقت. وكمان طريقه المضمون تبع تيك توك اللي هو ال 15 ثانيه اللي هو سريع اللي هو فيه نوع من الابداع. يوتيوب عم تعمل شيء اسمه يوتيوب شورتس يلي هو كمان ابن عمه لتيك توك كفورمات. انستغرام عنده انستغرام ريلز بعد على منطقتنا بالشرق الاوسط بعد ما وصلت بشكل عام، بس كمان حتوصل. ففي حتى في حال ما حابين نفوت على تيك توك بحد ذاته بسبب من الاسباب يعني بدنا نفوت بوحدي، يعني هالنوع طريقه التواصل الجديده السريعه ال 15 ثانيه المركبه سوا حنوصل لها بطريقه او باخرى. اثبتت جدارتها بصراحه، يعني عم نشوف انه فعلا كل الشركات عم بتنافس على تيك توك. فحتى مثل ما قلت لو ما اتجهنا لتيك توك صار عندك خيار، حتى سناب شات كمان اعلنت انه ممكن تعمل خاصيه مشابهه لهذا الموضوع، وبالتالي يعني الميزه رهيبه. والمضمون هلا حلو كتير، مضمون حلو. يعني انا حتى انا عم بقضي وقت، يعني انا شخصيا عم بقضي وقت لحتى اشوف المضمون، وكمان عم بقضي وقت لحتى اشوف شو في. انا عادة المضمون بحطه على الانترنت، مضمون خصو بالبزنس وبزنس جروث وهلا هالمواضيع. فعم جرب لقي طرق انه في ترندز على تيك توك، يعني اكيد فيه رقص وفيه غناء وفيه فن وابداع اللي هو انا عندي شيء صغير كثير منه، يعني لانه اهتمامي اكثر على 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 البزنس. بس عم لاقي طرق معينه حتى على لي انا انه طلع مضمون على 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 تيك توك. كمان حبيت انا اختار انه تيك توك تبعولي الخاص يكون بالعربي. انا صار لي فتره عم لاقي بدي مضمون طلعه بالعربي على 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 صفحاتي الخاصه، فنقيت البودكاست وتيك توك يكونوا هو بالعربي. يعني فحتى انا بمضمون البزنس اللي هو انشف من الرقص او الفن او غير موضوع، في له يعني بتلاقي حل له طريقه، وفي مضمون لإلي كمان بزنس عم بلاقي مضمون بيسلي منيح. فعلا انا عن تجربه شخصيه اول ما بلش تيك توك كمان كنت ضد الموضوع لسبب انه شفت الاولاد صغار ورقص وكذا مو شغلتي. يعني عندك حدا قريبينك 13 سنه 12 سنه عليه وهيك يعني. وبعدين جربته بصراحة لسبب الإديتنج عليه كتير سهل وكتير ممتع. حتى يعني أنا خلال ربع ساعة بكون عملت إديتنج للفيديو، صورته ونشرته أيضا. وفعلا يعني مثلا خبر مثل ما هو وأنا عم حط محتوى لنفترض بزنس وتكنولوجي وعم بلاقي صدى حلو، يعني إنه التفاعل الأورجانيك اللي عم هيك. لنشوف إذا أنت على تيك توك تفوت شوفك شو أنت على تيك توك هنشوفك. خبرين وخبري خبري الناس اللي معنا شو تبعوكي. هلا بس بس فعلا انه الاورجانيك ريتش اللي موجود على تيك توك ملفت ملفت جدا. انت عن جد عم بتشوف هذا هو؟ ايه هذا هو خلاص. دم هلا بتطلع بشوف اخبارك يعني. وانا ايمن عيتاني، انا كمان ايمن عيتاني. نحن والمشاهدين رح نعمل كمان فولو. فملفت بصراحة، بس شفت انه موضوع الأورجانيك ريتش او الالغوريثم اللي موجود على تيك توك مختلف جدا عن انستغرام وفيسبوك اللي صار شوي صعب انك توصل أورجانيكلي بالمحتوى تبعك. يعني هلا بالنقطة اللي حكيتي فيها هلا موضوع الأورجانيك ريتش كتير مهم. أورجانيك ريتش يعني شو؟ يعني هلا إذا حيلا حدا منا هلا اليوم حط شيء على فيسبوك أو على إنستغرام يوصل عدد من الناس، بس إنه بدل ضمن المتابعين تبعونا بدل بشق محدود.
بتيك توك وبلينكدين كمان هلا بهالفتره نحن بال2020 المضمون يلي بينحط على هذه المنصه عم بيكون عم يوصل لعدد كتير كبير من الناس يعني بكذا ألف شخص حسب المضمون يعني وقت الشغل وفي يوصل ل يعني في كتير ناس عنده نجاح كتير كبير بالبلدان العربية وخارج البلدان العربية بظرف أشهر يعني بس بدها طريقتها وبدها وقتها وبدها الواحد يعطيها وقته يعطي طريقتها حتى أنا أول فيديو خاص لإلي تيركو هو غلط يعني بتيك توك طريقة تيك توك هو غلط يعني كيف الواحد بلش جديد شو بدك فلترز استعملت شو بدك إفكت شو بدك غراض وشي هيك يعني وخلطت غراض وهيك يعني هلا أصلا تركته وما حيتو لأنه لذكر حالي ولا فرجي غيري انه بنبلش محل انه هيك بنبلش محل وهيك يعني وبنخبص فيه وهيك بنرجع شوي شوي بنحسن حالنا بنحسن طريقه ممتاز لانه في كتير ناس بتتجه للبرفكشن او الكمال والشعرات وهذا يعني تماما فحلو حتى انا في حدا لفت نظري في واحد من الفيديوز انا حاطط كاتب بالعربي غلط بعدين هو انتبهت ليش انا عم بعمل ويبينار كنت لايف وعم بحاول فرجوني لايف فانا عم بركز كنت على التكنيك والطريقه ما انتبهت انه عم بكتب بالغلط صرت قلت له انه ثانك يو لفت نظري بس خلص انه الفيديو تبعي كتبته بالعربي غلط لايف انا وعم طلع لايف مش مشكله يعني حسب بعض يعني ممكن تنزل فيديو يوصل مثل ما قلت لعشرات الالاف من الاشخاص وفيديو تاني مثلاً يوصل لمية وبعدين بتشوف إنه وين عم بتتجه حتى ناحية البلدان يعني إنه الناس اللي بلشت تكتب كومنتس فبتحس إنه بالألغوريثم كيف عم بيروح من بلد لآخر يعني على تيك توك وأنا بحب كتير بالمضمون العربي اللي عم شوفه ببلدان عربية في 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 مواهب في تالنت كتير يعني كتير كبير وبكذا فئة عمرية يلي بتشوف في أمور هيك إنه وين عنده الغير يعني وين عنده الغير منصة غير محلات غير الإعلام الاجتماعي وخاصة هلا تيك توك إنه يحكوا بهال يعني يعبروا عن حالهم بالموضوع بهالطريقة وهيك يعني فهذا أكيد بيريح كتير كتير للناس يلي خاصة إذا فئة عمرية صغيرة أو أكبر يعني إذا بالمدرسة أو بالجامعة أو بالشغل أدرانين يعني عنا مدير فوق راسه ما حابين نعبر أو بالمدرسة مش مرتاحين مع أصحابنا أو بالجامعة يعني في طريقة تعبير صح. حلوة وواسعة وفيها توصل لعدد كبير من الناس جميل طيب بالنسبة للحرب اللي صار لها كان يعني سنوات خلينا نقول ما بين الصين وأمريكا وحظر تيك توك وبالأخير وصلوا لمرحلة اللي هو إنه استحواذ على تيك توك من قبل أوراكل وهي حصة منه يعني وولمارت هلأ شو بيعني هذا الموضوع لمنطقة الشرق الأوسط هل في جزء منه يعني الشرق الأوسط أو بس تيك توك أمريكا هلا هن اللي اتفقوا عليه بين بعض كمان بيتضمن تيك توك تبع المنطقة تبع الشرق الأوسط كمان فبالاتفاقية هون بشو شو نعمل وشو بقي وشو ضل بيتضمن منطقتنا العربية واللي بيلفت النظر هلا بهالموضوع كمان إنه هو هذا موضوع بزنس يعني مثلا أنا صاحب عمل يعني في كان يعني أنا أبي حديث لما أسسنا إنه يكون حدا يكون بشراء أنا بساعد غير مؤسسين أعمال لحتى يعني يبيعوا أو يشتروا مؤسسات موضوع صعب وطويل وفي كتير لما تيجي شيء برا بيقول له معك 45 يوم بهال 45 يوم بدها تخلص هو عاده القصص اصغر من هيك بدها 6 اشهر وسنه عم تحكي شيء 20 مليار كاش بين دول ب 45 يوم كبزنس ديسكشن بينعمل مع 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 شو يعني تقنيا وشو يعني سياسيا شو يعني هذا يعني شائك وصعب ويعني يعني أكيد كل موجودين كانوا بمن حالة طبيعية لتنعمل بس هلأ خلاص انحلت في كتير تفاصيلات بدين الشغلية كتير بعد يعني تقنياً وغير موضوع بس خلاص الأمور الأساسية الصعبة انتهت يعني بس يعني قديه قوي تطبيق تيك توك اللي طلع بفترة معينة لدرجة إنه يعني عم بحاربوا كانوا الدول على إنه بقائه أو لا وحتى الأفراد خافوا يعني اليوم قبل بيوم من لما يتم حظره شفنا كل الإنفلونسرز اللي على تيك توك بأمريكا عم بكتبوا إنه هذا الإنستغرام تبعي هذا اليوتيوب تبعي تابعوني لأنه كمان في مصدر عم بتسكر علي الحقوني هنيك يعني أنا اللي بدي أحكي هلا بيكون مثلا يعني أنا ببزنس ديسكشنز بحديث عن البزنس مع بيخبروني أيمن إنه شو صار بتيك توك وليه صار هيك وإنستغرام شو عم يعملوا وفيسبوك هذا بيكون أول اجتماع بعدين شو بصير بيقولوا لي أيمن ليك نحن والله جربنا تيك توك أو إنستغرام مش لنا أو فيسبوك مش لنا يعني بيحرك دول بيحرك سياسات بيحرك
كل الناس، بس انت لشغلك اللي هو هالقد بدي يعني انا هذا ما بيقدر يحرك شيء يعني. ففي فرق بطريقه بنفس الحديث ونفس الناس، في فرق كثير بالبصير يعني. صحيح صحيح مليون بالمية. وهلا مؤخرا كمان شفت احصائيات انه تيك توك نفسه يعني ايضا للمرة الثانية من اكثر عدد التطبيقات تحميلا، ويعني سبقت فيسبوك وواتساب وغيرها بالعديد من بالجوجل بلاي والاب ستور وغيرها. ف يعني هلا هن صاروا كذا سنة كذا سنة عم يكبروا، وبفترة كوفيد يعني اسم الله عملوا طريقة كتير يعني كبروا بطريقة كتير كبيرة، حتى عدد الموظفين اللي بالمنطقة خاصة بمكتبهم بدبي عدد الموظفين كان قليل بأول السنة، صار هلا اسم الله عدد كتير كبير. عملوا إيفنت للمؤسسات سموه هايف، يلي عم بيعملوا فيه توعية للمؤسسات التجارية كيف يستفيدوا من تيك توك، لأنه المؤسسات المحل تجري محل وتيك توك محل تاني. ف وطريقتهم واضحة يعني، هي عم يقولوا make تيك توك not ads، يعني عم جرب يقولوا المؤسسات انه ما تاخذوا الفيديو اللي عم تعملوه كلام عم تعملوه وتقصقصوه وتكبوه على تيك توك، ليه في طرق معينة. هي اكيد بتفيد المؤسسات التجارية وتفيد كمان منصة تيك توك، بس في مرحلة توعية كبيرة بقى تنعمل لهالمؤسسات. والايفنت اللي عملوه هايف هو يعني خطوة من خطوات التوعية يلي بتنعمل لحتى تفرجي انه اول شيء عدد الناس الموجودين عدد كبير بالسعودية والامارات والكويت وكذا بلد عربي، وكمان عم بيفرجوا مثلا شو في غير مؤسسات تجارية عم تقدر تستفيد من هيدي المنصة حتى يقدروا يستفيدوا على صعيد التجاري ويضلوا كمان من ضمن قواعد وسلوك بقلب تيك توك يعني. والآن لفت لي نظري كمان انه من الاول بس يفتحوا المؤسسات عم بيفوتوا بالامور التقنيه يلي غيرها اخذها سنين، يعني مثلا فيسبوك اخذها سنين لزادوا يعني بالاخر اول شيء ما بلشوا تجاريا زادون شوي شوي. جوجل ويوتيوب نفس الشيء، تيك توك لانه شافوا من غير مؤسسات دغري فاتوا انه لازم يكون عندك بيكسل تعمل تراكينج، بيحكوا بشيء امور خاصه كونفرجن، يعني انا دفعت 1000 درهم او 1000 ريال قدرت استرد 2000 او 2500 ريال. كمان شيء خاصه بالاناليتكس والمتابعه وهذا، هيدي كلها عم تكون موجوده من الاول عم يحكوا فيها مع المؤسسات التجاريه وبطريقه مبسطه كمان. طب هل تنصح الشركات انه يبلشوا بمحتوى على تيك توك لانه الافراد بلشوا اوريدي؟ هلا حتى الافراد ما كثير يعني مش قد ما مش كثير يعني، حتى بيفكروا في ناس يعني عمرهم انه يعني لا انه انا هيدا من اختي، نفس الحكي بيحكوني بفيسبوك بفيسبوك وبانستغرام. هلا انا مذكر مره كنت قاعد مع مدير مؤسسه كثير كبيره للانشورنس، قاعد انا بحكي 2010 او 11 شيء هيك، عم بحكي معه عن اهميه فيسبوك ويوتيوب، ما كان في انستغرام وقتها، اهميه فيسبوك ويوتيوب وجوجل، عم بحكي له هذا واضح بنص الحديث عم بحكي يعني في حدا عرفني عليه، هو يعني من لا حدا عرفني عليه، عملنا هالاجتماع عم بحكي معه هيك، وصلت لمرحله واضح انه انا خلص واضح انه الزلمه ما عاجبه ابدا الحديث وهيك، انا خلص ضبيت اغراضي هيك. قلت له معلش، قلت له انا واضح انه انا ما في مجال شغل احنا وياك، انا كمستشار لكم واضح ما في، قلت له بس معلش انصحني يعني انا خليني اعرف بشو خسرتك يعني، وين 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 غلطت، وين شط وين شطحت انا بالحديث لحتى بالمره يعني واضح من وجهك انا خسرتك. قال لي ايمن نحن مؤسسه كثير كبيره وكثير مهمه وجاي تحكيني بفيسبوك ويوتيوب يلي اولادي بيلعبوا فيه. لا تخزي انا غلطتك وين غراضي ومسيت يعني. هذا نفس الحديث على تيك توك، هذا ايمن انا ابن اختي شو انت عم تشوفه على تيك توك، انا بتحكيني انه شوف عم يرقص على تيك توك جاي تحكينا بهذا نفس الاحاديث يعني. هلا اللي عم بتصير هون، فالمؤسسه التجاريه بدها وقت لحتى توصل ل بالاول بقول لا مش ابن اختي، بعدين بيشوفوا الكومبيتيتور تبعهم حد المنافس تبعهم عمل شيء بيقول لك انا لازم اعمل شيء، وبيعملوا خطوه يعني بيعملوا فيديو واحد او فيديوين وبيبسطوا. احنا على تيك توك يعني على 6 اشهر فيديو واحد هذا هو اللي بيحكوا فيه، وفي ناس بتكفي في ناس لا ترجع بتشوف انه لا احنا بهمنا نكون موجودين ونتابع ونعمل، وبيعطوا وقت وبيحطوا مصاري فيها وهيك. لا هي بدها واحد مثل الرياضه، بدي في بكير وبدي اعمل وبدي انتبه على اكلي وبدي اعمل رياضه كل يوم لا اوصل لمرحله يكون مرتاح نفسيا وجسديا. نفس الشيء موجود بالاهل الاجتماعي كمؤسسه او كشخص. تماماً، توقع الشاطر اللي بيبلش هلأ يعني بالفترة اللي لسه في كتير ناس عم بتقول إنه لا مو هلأ تيك توك يعني. أنا فيك الشاطر اللي بيعرف إنه يقدر يداوم على صعيد يومي يتابع يطلع موضوع على صعيد يومي، هيدا الاستمرارية هي القصة يعني. حتى أنا خدت على صعيد شخصي وهيك عم بحاول يا هلأ، بس إنه في أيام
ما بيسمح يعني، بس انه عم بحاول يعني، فيكون فهي اي ثينك الاستمراريه مثل ما يعني في خطوتين، اول خطوه بلشي مثل ما تفضلتي، وثاني خطوه هو الواحد يقدر يعمل استمراريه معينه لحتى يستفيد ويرتاح. صحيح. طيب شو نصيحتك للاشخاص اللي هلا بدهم ينضموا لتيك توك ومتخوفين؟ اول شيء قضوا 3 ساعات لـ5 ساعات بس يشوفوا مضمون، بس يحضروا يتابعوا المضمون ويشوفوا مضمون، بس حيكون في كل شيء في انواع المضمون بكذا لغه وهيك، لا يعرف هو يعني هو تيك توك ذكي بطريقته، بيشوف احنا اي مضمون عم نوقف عليه، اي مضمون عم نتابع فيه، وبلش يعطينا مضمون يلي بيعتبر احنا بيهمنا يعني. يعني انا بوقت قليل بلش مضمون تبعولي يكون بزنس كثير، مع انه انا ما كثير يعني عم بعطيه سيجنلز، يعني عم بعطيه انا ارشادات بعمل فولو لحسابات معينه، بس مش يعني بس بلش يعني يمشي معي مزبوط يعني بفتره كثير قليله. فهو تيك توك يعني اذا بس قضوا عليه وقت 3 لـ5 ساعات بتشوفوا المضمون، تفهموا شو عم بيصير وبتتابعوا شو عم بيصير هون وعم هيك. تاني شيء لتطلعوا مضمون انتوا قبل يكون في انتاج لمضمون، بده يكون في واحد نتفي مرتاح بالمضمون الموجود. يعني في ناس مثلا حبوا المضمون يلي اذا ناس مجوزين انه أو يعني بعلاقه معينه انه هي بتفرج فيديو عنه وبتفرج فيديو عنها مثلا، ناس بتحب الرقص، ناس بتحب تفرج مواضيع اكل، ناس بتحب تعطي مضمون عن البزنس، ناس بتحب تعطي انه وين في محلات بدبي انه تروح ناكل ونروح نشوف نعمل وكذا. يعني كل واحد حسب شو يعني طريقته اللي مرتاح فيها يطلع مضمون، ما يعمل اذا انا ما بحب الاكل ما يعمل حاله انه هو بيعرف مطاعم وهيك، انه يلي كل واحد بالطريقه اللي مرتاح فيها يطلع مضمون وهيك بس ينتج مضمون. بس اول شيء يقضي وقت لحتى نشوف شو المضمون عم بيصير على 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 التيك توك. طيب للشركات الناشئه مثلا، خلينا نقول حتى نحن كمثال سماشي، شو نوع المحتوى اللي لازم نحطه على تيك توك؟ لانه مرات الواحد بيضيع، هل بنحط خلف الكواليس مثلا، هل بنحط مقاطع من اللايفز تبعنا، انه شو بيعمل الواحد على تيك توك؟ مثلا انا بدي مثلا اذا منشيل المؤسسات الناشئه عم خلينا نحكي سماشي، وخلينا نحكي كمؤسسات ناشئه، خلينا نحكي كمؤسسات الناشئه. يعني انا عم باخذ انا شوي من على 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 صعيد شخصي، انا عاده بحب اعطي مضمون، بحب اعطي غمي يعني فيديو طويل واحكي كل التفاصيل وكل شيء. اكيد على تيك توك طريقته هو منه هيك، فعم بجبر حالي اتعود اعطي هيك نقاط معينه، اللي هو فيكون ايميل يعني ثلاثه بوليتس وينتهي الفيديو، يعني بينتهي الفيديو كله يعني. ف نتعود انه نعمل لطريقة المضمون يكون خفيف وسريع، هيدا بدل الواحد يتعود عليها شوي اكثر كشركات ناشئة. وكشركات ناشئة الاكثر شيء بصير بيساعد هو انت بتلاقيها بيهايند السينز، بس هي ما ضروري تكون بيهايند السينز كثير، انه انا شو عم بعمل اليوم، انا عم بعمل هيدي الانترفيو، عم بشتغل على هيدي، عم نوظف كذا، عم نغير هالشغلة عم نحكي بالاجتماع مثلا هون انه بدنا نغير هالطريقه الشغل من هالطريقه او هالفيتشر هون بهيدي بهالطريقه. هلا كسماشي يعني يعني لو ديسماشي عم تعمل كثير مضمون على انستغرام وفيسبوك وغيرها محلات، وفي كثير كوتس، ففي كثير عندكم بتصور مشكلتكم حتكون غيره، عندنا كثير مضمون شو بدنا نطلع لنطلع شو بدنا نطلع لنطلع وين. بس انا بحس ماشي عند افضليه عن غير مؤسسات، لانه هي يعني مؤسسه اعلاميه، انه في طلع مضمون على تيك توك ثلاث مرات بالنهار يعني، ويضل ثلاث مرات أربع مرات بالنهار ويضل مرتاح، لأنه أوريدي أنت عم تطلعوا مضمون بكذا طريقة بكذا، فثلاث أربع مرات بالنهار وكل وحدة أنجل كل وحدة مضمون فيها تنعمل. بس بتكون شوي الستاندرد الفيديو يكون نتفي يعني ما تعتبروه سوبر برودكشن، لأنه بصير أتقل، بصير حركة أتقل يعني. صحيح. كل الشكر لك، للأسف داهمنا الوقت اليوم، ولكن أكيد إلنا مقابلة أخرى بنحكي فيها بالتفاصيل عن كل الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا. شكرا لك ولأسئلتك. Thank you.